انا نفسي اعرف يا جدعان الخنادق اللي الزملكاويه بيفحروهم لنفسهم كده، وبعد اي هزيمه للزمالك ما بيبانوش الخنادق دي مكانها فين. انا قابلت اكتر من 100 واحد يوم الجمعه، وتعالى اتفرج معانا على الماتش، الاهلي هيتغلب، ده الزمالك فايق مش عارف ايه. بعد الماتش الناس دي بتتبخر، ما عدناش بنشوف منهم اي حد. والله انا بخرج الشارع بدور على اي حد منهم ما عدت بلاقي، مش عارف الناس دي بتدفن نفسها فين ولا بتروح فين. امبارح بعد الخماسيه التاريخيه وفوز النادي الاهلي 5-3، سمحت إدارة النادي الأهلي لبعض اللاعبين إن هي تعمل بعض اللقاءات التلفزيونية، كان منهم مين؟ محمد مجدي أفشة اللي ظهر مع الكابتن شادي محمد الكابتن التاريخي للنادي الأهلي على قناة النهار. أولاً شادي محمد ده ما عندوش ب2 3 جنيه كده سلكان، يعني مش كفاية إن الزمالك متعكنين بسبب النتيجة والأداء الكبير يعني التظبيط اللي خدوه في ماتش الأهلي والزمالك الأخير، لا جايب لهم مين؟ جايب لهم محمد مجدي أفشة عشان يفكرهم كمان بالقضية، ممكن اللي هم أصلا من كتر الصدمات بدأوا ينسوها. محمد مجدي أفشة اتكلم عن المشكلة اللي تسبب فيها باستبعاده من منتخب مصر، وقال إن المدير الفني لمنتخب مصر شبه لعب محمد مجدي أفشة بإنيستا، وقال الكلام ده لكابتن وائل جمعة، وهو استغرب كتير جدا إن بعد الكلام ده الجميل اللي هو قاله عليه إن تم استبعاده. كمان قال ان هو ما كانش يقصد يقلل من قدرات محمد صلاح، خصوصا ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم حاليا. هو قال ان اهم مميزات محمد صلاح هي السرعه، انما واحد زي ميسي ما ينفعش نقارن بيه لان ده راجل مهارته عاليه وقدرته عاليه على تسجيل الاهداف، ويعتبر واحد من احسن اللعيبه في التاريخ. وقال ان هو استغرب جدا ان خالد الغندور ربط تصريحاته دي باستبعاده من منتخب مصر. انا عايز اقول لك يا افشه، ما تتكلمش عن خالد الغندور تاني خالص. خالد الغندور بيشوف اي حاجه على لعيبه النادي الاهلي او على النادي الاهلي ويعمل منها بالونات كده عشان يفرقع ويبقى مبسوط ومفكر نفسه ان هو كده كويس وان هو كده اعلامي شاطر، عايز ان هو يلم الناس حواليه حتى لو هو كاذب في كلامه او الكلام اللي بيقوله لا ليه منطق ولا ليه اي مصداقية ولا أي حاجة خالص. كمان محمد مجدي أفشة اتكلم إن هو حاسس إن النادي الأهلي هيحقق لقب كأس العالم للأندية السنة دي في مشاركته إن شاء الله في الإمارات الشهر القادم. أنا بقول لمحمد مجدي أفشة ده مطلب جماهيري لكل جماهير النادي الأهلي، الفوز بلقب كأس العالم للأندية، ده اللقب الوحيد اللي النادي الأهلي لسه ما أخدوش لحد دلوقتي، وبنتمنى إن أنت تنقل الصورة دي كلها لكل اللاعبين، وبنتمنى إن النادي الأهلي يتوج بلقب كأس العالم للأندية في أقرب وقت إن شاء الله.